ضيفنا في مغاربة العالم اليوم سامي شرشيره من ألمانيا، بالضبط دوسلدورف، تقريبا 25 سنة من الهجرة بألمانيا، خبير قضايا الهجرة بالمجلس البلدي لمدينة دوسلدورف ابن مدينة طنجة. سامي مرحبا بك معنا على أصوات. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحية لكم وتحية للمستمعين. سامي 25 سنة من الهجرة بألمانيا، قبل ما نتكلموا على الخبرة في قضايا الهجرة والمناسبة اللي كتحتفلوا بها، بغيت أولا نبدأ مع السي سامي يعني بعجالة حول البداية ديالو مع ألمانيا، كيفاش كانت؟ يعني أنا شخصيا جيت من ألمانيا في سن يعني 15 سنة، كنت في المغرب في التروازيام أني، فانتقلت إلى ألمانيا ودرست هنا، ويعني في المدارس وفي الجامعة إلى آخره، ويعني أكملت دراسات يعني بشهادة دبلوم في البيداغوجيا الاجتماعية، وأنا حاليا يعني عندي 25 سنة في ألمانيا من التواجد ديالي الحمد لله. نعم، اليوم أنت كتعيش في مدينة ديسلدورف، وكنعرفوا أن كاين مجموعة من المدن اللي تستقطب بجالية كبيرة مغربية، شنو حد مدينة دوسلدورف من الجالية المغربية اليوم سي سامي؟ نعم، يعني مدينة دوسلدورف هي مدينة من 10 مدن في المنطقة، في الولاية اللي كنسكن فيها، يعني شمال نوردرن فيستفاليا، واللي فيها تمركز من الجالية المغربية يعني بشكل كثير، يعني هناك يعني 10 مدن في المجموع. ومدينة دوسلدورف يعني هي من مدينة اللي فيها من أهم العدد ديال المغاربة في الجالية، وهي في نفس الوقت يعني عاصمة الولاية اللي كنسكن فيها. فمدينة دوسلدورف عندها يعني على طرفين يعني مهم يعني اهتمام زائد يعني في القضية. المغاربة اللي متواجدين في ألمانيا اليوم كيحتفلوا معكم توم سي سامي شرشيره يعني بالذكرى الخمسينية لتوافد المغاربة على دولة ألمانيا، يعني اليوم غتحتفلوا بخمسين سنة من الهجرة بألمانيا، فشنو اللي تميز هذه الذكرى وكيف كانت الاستعدادات سي سامي؟ الاستعدادات احنا كنا قبل سنه هذه، وحنا يعني درنا لقاءات تناسقيه مع واحد العدد ديال الفعالين الجمعويين، جمعيات مغربيه ولكن كذلك حتى جمعيات المانيه، ودرنا يعني نسقنا بيناتنا واحد البرنامج اللي هو غيبدا الاسبوع ان شاء الله في الافتتاحيه ديالو، غتكون يوم 3 مايو، واللي غادي يطول على مده 3 اشهر، واللي كنحاولوا فيه يعني نقدموا واحد العدد ديال الانشطه يعني علميه ثقافية إرشادية قانونية إلى آخره، لا للجالية المغربية في ألمانيا، ولكن حتى للمجتمع عامة، يعني حتى الفئات الغير مغربية اللي في المجتمع ديالنا متواجدة معنا. سؤال شخصي لسامي شرشيره، ضيفنا في مغاربة العالم، 25 سنة من العيش والتواجد اليوم بألمانيا، فكيف بقات العلاقة مع المغرب ومدينة طنجة يعني طول هذه المدة؟ يعني أنا شخصيا مع مدينة طنجة يعني حافظت يعني طول 25 سنة ديالي على تواصل يعني مباشر وشد كثيف يعني مع طنجة، لأن فيها الأحباب والأصدقاء وإلى آخره، ولكن حتى مع المغرب يعني هي الجالية المغربية يعني في ألمانيا عامة يعني تتميز بحرصها ويعني على التواصل مع البلد الأم. احنا ما عندناش إشكالية من هذه الناحية، المشكل اللي عندنا هو هناك واحد النوع من النقص في تواصل يعني المؤسسات الرسمية المغربية اللي مسؤولة على الجالية في المغرب يعني مع الجالية المغربية في ألمانيا. فاحنا دلوقتي كنلاحظوا يعني 50 سنة للهجرة المغربية لألمانيا، ليس هناك يعني أي برنامج أو أي ذكرى مع المؤسسات المسؤولة يعني في المغرب من غير المجلس الجالية يعني CCMO اللي يعني كان فعلا قام بواحد مجهود معين ودعمنا وساندنا في القضية، ولكن فيما يخص مثلا وزارات المغاربة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يعني هناك يعني نقص في التواصل وفي الترابط مع الجالية المغربية في ألمانيا فعلا. نعم، هذا يعني أن هناك مشاريع تواصلية من نوع آخر يعني من خلال الذكرى سي سامي؟ نعم، يعني احنا يعني الذكرى يعني احنا كنحسبوها انطلاقه، يعني كاع المشاريع اللي غنقوموا بها في هذا الدرس الثلاث شهور المقبله غتكون يعني انطلاقه لعدد واحد المشاريع اللي بغينا نرسموها يعني بشكل سنوي ولا بشكل شهري الى اخره في المانيا، بهدف انها تصب يعني في خدمه الجاليه المغربيه والقيام بقضاياها يعني وتقديم خدمات معينه للجاليه التي تحتاجها. يعني www.aswat.ma، باردنا الالكتروني
الإلكتروني كالعادة mdm@aswat.ma. ضيفنا سامي شرشرة بدسلدورف بألمانيا. كلمة أخيرة. كنحيي المغاربة في الداخل يعني تحية كبيرة، وكنتمنوا يعني يذكرونا ويأيدونا في الخمسينية ديالنا ويساندونا، لأن احنا مغاربة لا الداخل ولا الخارج، شعب واحد وأرض واحد وشعور واحد. وتحياتي للكل. شكرا سي سامي، وإلى لقاء فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا، مع السلامة.